النجف الأشرف أهم ما تمتاز بها أنها مدينة علمية أدبية، وهذه المدينة تشتمل على سوق خاص بها وهو سوق المكتبات ويسمى سوق الحويش. هذه المكتبات تشتمل على جميع ما ينتمي إلى الثقافة، الثقافة العلمية الدينية أو الثقافة الأدبية. أصبح السوق عبارة عن سوق تراثي، الغالب مكتبات، وأصبح يقصد من جميع أنحاء العالم لشراء الكتب أو الكتب القديمة، وغالبا ما يسألون عن الطبعة الأولى لهذا الكتاب. الساعة تهم توفى إن شاء الله.